أهلا وسهلا فيكم طلابنا علماء المستقبل في مادة الفيزياء للأول الثانوي العلمي. اليوم إن شاء الله حنستكمل الحركة التوافقية البسيطة في جزءها الثاني. والحركة التوافقية البسيطة حركة جدا مهمة وسهلة، وحتشوفوا إن شاء الله اليوم بعض من التطبيق العملي والنظري. في عنا واجبنا البيتي اللي إن شاء الله تكون حليته بإيدك. بحكي لنا السؤال: انطلقت 20 موجة في 4 ثوان، أوجد ما يلي. في البداية مطلوب عنا تردد الموجة، فإذا بدنا نوجد في البداية التردد بعدين الزمن الدوري. هلأ عنا إحنا هون 20 موجة، هذه هي عدد الاهتزازات أو الموجات. في عندي كمان الزمن 4 ثواني. طب إيش التردد؟ التردد كان قانونه بالشكل التالي: تاء دال اللي هي التردد بيساوي عدد الاهتزازات مقسوم على الزمن. طيب عدد الاهتزازات الآن مقسوم على الزمن. عدد الاهتزازات عندي 20 موجة مقسومة على 4 ثواني. إذن قديش عندنا الإجابة النهائية؟ 20 على 4 اللي هي 5 هرتز. إذن هذه هي وحدة التردد، طبعاً لازم ما ننساها اللي هي هرتز. طيب خلصنا إذن من الفرع ألف، نيجي الآن على الفرع باء. إذن هذا عندنا الفرع ألف، نيجي على الفرع باء. الفرع جداً هذا سهل، بيطلب منا زمن الدوري. طب لما يطلب مني أنا الزمن الدوري، شو علاقة الزمن الدوري بالتردد؟ إحنا بنعرف أنه الزمن الدوري هو مقلوب التردد، إذن 1 على التردد بيعطيني الزمن الدوري اللي هي 1 على قديش التردد عندي؟ 5. ممتاز، إذن تطلع عندي الإجابة 2 بالعشرة. وإيش وحدة الزمن الدوري؟ ممتاز، ما ننسى إنها بالثانية. إذن هيك خلصنا الواجب البيتي. ننتقل إذن على الأهداف والنتاجات المتوقعة اليوم. عندنا أنه توضح المقصود بالحركة التذبذبية والحركة التذبذبية البسيطة، كمان تطبق علاقات القوة المعيدة والإزاحة والزمن الدوري والتردد في حل المسائل الحسابية، وحتقدر أهمية الحركة التوافقية في حياتنا العملية من خلال التطبيقات. إذن خلينا نبدأ، وأتوقع أنكم كمان أنتم متحمسين. هاي في عندي الحركة اللي هي حركة النابض للأعلى وللأسفل، معتمداً على فقط ثقل معلق في هذا النابض. إذا حركنا ورقة خلفه بهذا الشكل، فإحنا بنلاحظ هي الحركة الموجية، واللي بنعبر عنها برسم اللي هي اقتران جيبي للأعلى وللأسفل. فإذن هنا في عندنا مصطلحات مهمة بدنا نتكلم عنها، اللي هي الحركة التذبذبية. شو هي الحركة التذبذبية؟ هذا مصطلح جداً مهم لليوم، اللي هي عبارة عن حركة الجسم حول موضع سكونه بحيث تتكرر بشكل منتظم. أيوة، بشكل منتظم زمنيا. كيف هذا الكلام؟ إذا عندي هون حركة عم نحكي تذبذبية، يعني بتروح ذهابا وإيابا. فهذه الحركة بتكون حول إيش؟ حول موضع سكونه، حول موقع السكون. مثلا للنابض كان موقع سكونه مثلا بهذا الارتفاع، قبل ما إني أشده أو قبل ما إني أضغطه هون موقع سكونه، يعني في النقطة اللي بيكون فيها بدون ما نأثر عليه بقوة. فهذه الحركة اللي ذهاباً وإياباً حول موقع سكونه حتتكرر بشكل منتظم زمنياً. شو معناها؟ معناها في فترات زمنية ثابتة أو في نفس الفترات الزمنية، فترات زمنية متساوية. طيب نيجي على تعريف آخر أو مصطلح جداً مهم، اللي هو الحركة التوافقية البسيطة. شو هي الحركة التوافقية البسيطة اللي كتير مهمة عندنا في هذا الفصل؟ اللي هي حركة الجسم التذبذبية في خط مستقيم، والتي يمكن تمثيلها باقتران جيبي بسيط زي حركة النابض اللي ورجيناكم إياها قبل شوي. فإذا بالتالي هنا بدنا نركز على الحركة التوافقية البسيطة في التعريف، اللي هي حركة الجسم الإيش؟ التذبذبية، اللي بتتذبذب. الحركة التذبذبية عرفناها، وبتكون وين؟ في خط مستقيم، مثلا الأعلى للأسفل، يمين يسار، بهذا الخط أو بهذا البعد الواحد، والذي يمكن تمثيلها باقتران جيبي بسيط. والاقتران الجيبي حكينا إن يمكن مثله بهذا الشكل. إذن نحكي الآن عن كل القوانين اللي حكيناها في الحصة السابقة واللي حنستعملها اليوم، اللي هي في البداية القوة المعيدة وسعة الاهتزازة والسرعة الزاوية ثابت الطور والزمن الدوري. طيب نيجي إذن الآن بالقوة المعيدة. شو بالنسبة للقوة المعيدة؟ خلينا نتذكر القوة المعيدة بتتناسب طردياً مع الإزاحة، كمان وحدتها نيوتن. طب القوة المعيدة للنابض، احنا عم نحكي هون طبعا عن اي نظام؟ عم نحكي عن نظام اللي هي الكتلة والنابض. طيب بهذا النظام الكتلة
والنابض. خلينا نحط القوانين الخاصة في هذا زي ما تقولوا السهم المعرفي اللي مهم جدا عندنا، اللي هو طريقنا للتطبيق قبل ما نطبق. إذا نذكر المعادلات اللي هون، القوة المعيدة كانت القانون قاف معيدة بتساوي سالب ألف في دلتا سين. سالب ألف في دلتا سين أي ثابت المرونة اللي هي ألف في دلتا سين اللي هي الإزاحة أو البعد عن موقع السكون. نيجي على سعة الاهتزازة. سعة الاهتزازة كان تعريفها هي عبارة عن سين العظمى أي أقصى إزاحة ممكنة عن موقع السكون. أقصى إزاحة ممكنة إذن عن موقع السكون بنسميها هاي سين العظمى، وكانت موجودة في معادلة الإزاحة. كمان عندي السرعة الزاوية. إيش هي السرعة الزاوية؟ السرعة الزاوية هي عبارة عن أوميجا اللي هي عبارة عن 2 في باي في مقسوم على الزمن الدوري، أو هو نفسه الزاوية المقطوعة خلال زمن. إذن هي ثيتا على زين. إيش بالنسبة لثابت الطور؟ ثابت الطور هون عندنا بنعبر عنه بالرمز فاي. الرمز فاي هون هو بنعبر عن ثابت الطور بحيث إنه هذا الثابت يعبر لي عن الزاوية اللي بدأت فيها الموجة. نيجي على الزمن الدوري. الزمن الدوري إيش هو؟ الزمن الدوري زين دال الزمن الدوري اللي بيساوي 1 على التردد، وأيضاً بيساوي 2 باي على أوميجا. أوميجا اللي هي السرعة الزاوية. طيب إذا إحنا عندنا الزمن الدوري لازم ما ننسى إنه هو بالثانية. طيب الفاي اللي هو ثابت الطور، وكمان زاوية الطور اللي كانت تساوي ثيتا زائد الفاي كلها بالراديان. السرعة الزاوية هي عبارة عن الزاوية المقطوعة خلال زمن، إذن راديان لكل ثانية. سعة الاهتزاز اللي هي سين العظمى. عندنا القوة المعيدة بنيوتن. طيب كمان في بالزمن الدوري بيعتمد عليه قيمة أخرى، إيش هي؟ أيوة نتذكر في قيمة ثانية اللي هي عبارة عن التردد. التردد بيعتمد على الزمن، والزمن بالثانية لكن التردد بالهيرتز. ننتقل إذن الآن بعد ما قمنا بأنه لازم تقرأ الكتاب وتلخص وتطبق، فبنبدأ الآن بالتطبيق. الآن إذا نتذكر كيف أنه الكتلة المعلقة في طرف نابض وعم تتحرك حركة توافقية بسيطة. هلأ الحركة اللي موجودة معنا، هلأ الجسم عم بتحرك أو الكتلة بتتحرك للأعلى والأسفل. بنحاول نحط ونعين وين أخفض نقطة وأعلى نقطة. هي عندي عم تتحرك إذا بين هدول النقطتين باللون الأحمر. موقع الاتزان بده يكون أو موقع السكون بده يكون في الوسط. هذه القوة للأسفل، إحنا الوزن بيحرك للأسفل أو عندي لما إحنا شدينا في البداية. طيب هلأ في قوة معيدة دائما للأعلى. هلأ القوة المعيدة عم بتعاكس عندي اللي هي الوزن، عم بترجع لي لموقع الاتزان. بعد ما يرجع لموقع الاتزان رح يكمل بسبب قصوره الذاتي، رح يكمل انضغاطه للداخل. طيب شو بعدين بصير؟ القوة المعيدة رح ترجعه لموقع سكونه مرة أخرى إلى آخره. بتضل إذن القوة المعيدة ترجع لنا الجسم لموقع سكونه، وبعدها هو بده يكمل الحركة. طبعا في عندي هنا زمن دوري لهذه الحركة. شو الزمن الدوري؟ بيكون هو الزمن اللازم لعمل موجة واحدة. من وين لوين للموجة الواحدة؟ طيب خلينا نرسمها حتى نتأكد. مثلا إذا بدينا إحنا من النقطة اللي عندي هون، فالزمن الدوري هو زمن نزول النابض للأسفل ثم رجوعه لنفس النقطة. هذا الزمن اللي بتاخده الكتلة حتى تنتقل من الموقع الأول لنفس لأبعد نقطة، بعدين ترجع لنفس الموقع مرورا في موقع السكون أو موضع السكون مرتين ذهابا وإيابا. فهذا بالتالي بسميه الزمن اللازم لهي الحركة، الزمن الدوري. وبنلاحظ الزمن الدوري لا بالنسبة لهنا للنابض هو 2 باي في كاف على ألف. طبعا كلياتها للقوة نص، أو ممكن نكتبها بالشكل التالي اللي هي 2 في باي في الجذر التربيعي كاف على ألف. إيش كاف؟ هي كتلة الجسم المعلقة. إيش ألف؟ ثابت المرونة. طيب ننتقل على تاء دال. تاء دال عندي هون هي عبارة عن التالي. طيب تاء دال هي التردد بتساوي 1 على 2 باي في برضو الجذر التربيعي ل 2 على ألف. برضو نكتبها حتى نوضح، 1 على 2 باي لأنه هي مقلوب طبعا الزمن الدوري. في الجذر التربيعي إذن ألف على كاف. فزي ما احنا لاحظنا إذن الزمن الدوري والتردد على طول مقلوبين عكس بعض. إذا إحنا بنحفظ بس الزمن الدوري والتردد على طول نتذكر إنه مقلوبه. ننتقل هلا نحل سؤال. السؤال بيحكي لنا علق جسم كتلة كاف رأسيا بنابض كما في الشكل، ثابت مرونته 62 نيوتن لكل متر، وبعد أن استقر الجسم سحب إلى الأسفل مسافة صغيرة ثم ترك يتحرك حركة توافقية بسيطة.
فكان تردد الحركة 2.5 هرتز. طالب بحسب الزمن الدوري للحركة والكتلة الجسم، مقدار القوة المعيدة، كمان مقدار قوة النابض المؤثرة. طيب خلينا إذا نبدأ بوحدة وحدة، نبدأ بالزمن الدوري أولاً للحركة. في إحنا عنا هذا الكتلة الموجودة المعلقة، ثابت مرونتها معروف والتردد معروف. طب أنا كيف بدي أطلع إذن الزمن الدوري؟ نبدأ إذن في الزمن الدوري عنا بكل سهولة. الزمن الدوري بيساوي 1/تاء د اللي هي مقلوب التردد، والتردد موجود عنا في السؤال هو 2.5 هرتز، إذن 1/2.5. وبالتالي بساوي عنا اللي هي 4/10 ثانية. إذن الزمن الدوري اللي عنا هو عبارة عن 4/10 من الثانية. ننتقل على الفرع الثاني، كتلة الجسم المهتز. مطلوب عندي كتلة الجسم المهتز، مش إحنا قبل شوي طلعنا الزمن الدوري. الزمن الدوري هل له علاقة مع الكتلة؟ أكيد له علاقة مع الكتلة. طب نكتب العلاقة. عندي زين دال اللي هي الزمن الدوري بيساوي 2 باي في الجذر التربيعي لكاف مقسومة على ألف، كاف الكتلة، ألف ثابت المرونة. إذن من هاي العلاقة إحنا بنقدر نستخدمها وأوجد كتلة الجسم. طيب هل بقدر أنا أشيل الجذر التربيعي؟ طبعاً بقدر أربع كل المعادلة وأتخلص من الجذر التربيعي وأطلع كاف على طرف. فبالتالي كاف بتساوي 2 باي، كمان حتتربع إذا بتصير 4 باي تربيع، مضروبة عندنا في الزمن الدوري تربيع، وكلها مضروبة كمان في ألف اللي هي ثابت المرونة. إذن هل هيك رتبنا الحدود بشكل صحيح؟ طبعاً إحنا ربعنا 2 باي صارت 4 باي تربيع، لما انتقلت على الطرف الآخر صارت في المقام. عندي الزمن الدوري تربيع والألف طلعت من الجذر فصارت ألف. إذن الآن بدي أعود بالأرقام اللي معانا، 1/4 باي تربيع، وبنعوض الباي 3.14 وبنربعها، بضربها في الزمن الدوري اللي أوجدناه بالفرع السابق اللي هو 4/10 تربيع، بضربها في ثابت المرونة، ثابت المرونة اللي هو 62 نيوتن لكل متر، وبنحصل على النتيجة التالية اللي هي 25% عندي كتلة، إذن كيلو جرام. إذن هيك إحنا حصلنا على الكتلة باستخدام اللي هي معادلة الزمن الدوري. الفرع الثالث الآن في سؤالنا، مقدار القوة المعيدة في النابض عند موضع الاتزان الجديد. طيب لما يحكي لي هلأ عند موضع الاتزان، شو بدي أنا أفهم من هيك؟ عند موقع الاتزان بالضبط، هل في عندي هنا قوة معيدة؟ شو حكينا عن موقع الاتزان؟ ما في قوة معيدة، القوة المعيدة بتأثر في مواقع أبعد من الاتزان وبترجع لي الجسم على موقع الاتزان. فلما توصل الجسم على موقع الاتزان بدها تكون القوة المعيدة صفر. كمان سبب، لأن القوة المعيدة شو كان قانونها؟ نذكرهم مع بعض، مسجل قاف بتساوي سالب ألف في دلتا السين. قديش دلتا سين اللي هي البعد عن موقع الاتزان، إذا هذا هو الموقع الاتزان أو موقع السكون للجسم، فبدها تكون دلتا سين عندي تساوي صفر. هاي دلتا سين عم بتساوي لي صفر. طب إذا شو بصير هذا بالحد كله أو بالقوة كلياتها اللي هي القاف المعيدة كلها بتساوي الصفر. إذا لأن دلتا سين بتساوي صفر في موقع الاتزان. إذا هيك بنكون جاوبنا على الفرع الثالث. الفرع الرابع عندنا من السؤال هي مقدار قوة النابض المؤثرة في الجسم عند موضع الاتزان الجديد. فهون طالب لاحظوا فرق شوي عن السؤال السابق بكلمة، اللي هي قوة مين هالمرة؟ قوة النابض، مش طالب القوة المعيدة. قوة المعيدة انتهينا منها وفهمناها، لكن هون قوة النابض المؤثرة في الجسم عند موقع الاتزان الجديد. طيب احنا ايش بيأثر عنا؟ في للأسفل بتأثر الوزن، ايش في للأعلى بيأثر؟ عندي اللي هي القاف اللي هي قوة النابض، قوة النابض نفسها. طب قديه محصلة هدول القوى في موقع الاتزان أو في موقع السكون نفسه؟ بدها تكون المحصلة صفر. طيب إذن بالتالي إحنا بنيجي نعوض فوراً إنه مجموع القوى أو محصلة القوى في هذه النقطة بتساوي صفر. القوى المؤثرة هي تنتين، قوة للأعلى قوة النابض ووزن للأسفل، إذا بنحطهم اللي هي قاف ناقص الوزن. طبعاً هنا قاف للنابض عشان نفرقها عن القوة المحصلة، كلها تساوي صفر. يعني قاف النابض المطلوبة عم بتساوي لي الوزن. كم الوزن؟ اللي هي كاف في جيم، الكتلة في تسارع الجاذبية الأرضية.
هل في عندي احنا كتلة في السؤال؟ نعم احنا اوجدنا الكتلة سابقا، كانت 25% مضروبة في تسارع الجاذبية الارضية اللي 10، اذا بتساوي 2.5 الوحدة طبعا نيوتن، لانه احنا عم نتكلم عن القوة. فاذا هيك عرفنا احنا قوة النابض، قوة النابض اللي عم بتأثر باتجاه الاعلى على الكتلة نفسها. نيجي على مثال ثاني، وهذا مثال جدا سهل وبسيط، يعني في بعض اجزاء من السؤال مش محتاجه حل. يتحرك جسم حركه توافقيه بسيطه تعطى ازاحته بالعلاقه التاليه: س زين، س اللي هي الازاحه، وزين يعني كانه اقتران بمتغير الزمن، يساوي 15% جتا الباي على 2 زين زائد الباي على 6، حيث س بوحده المتر جد ما ياتي. مطلوب منا في الفرع الاول سعه الذبذبه وثابت الطور. سعة الذبذبة، طيب وين هاي سعة الذبذبة؟ احنا بنذكر الإزاحة اللي موجودة بهذه المعادلة بالشكل التالي. خلينا نذكر الصيغة العامة للإزاحة، كانت س زين بتساوي اللي هي السعة مضروبة في جتا الأوميجا في زين زائد الفاي. هذه الصيغة العامة، يعني كانت الإزاحة بالنسبة للزمن متغير الزمن كانت بتساوي السعة، يعني أول شيء مضروب في الجتا هو مين؟ السعة. طب هذا السؤال بيطلب مني السعة، إذا على طول السعة بتكون مباشرة هي الباي على 2. أما بالنسبة إذا طلب مثلا الأوميجا لازم نعرف وين مكانها، الفاي إيش كانت الفاي؟ ثابت الطور، فإذا لازم نذكر كل واحدة من هدول وين مكانها بالتحديد. فإذا نخصص هذا المكان المساحة هون لحل الفرع الأول، سعة الذبذبة عندنا السعة فورا إذا من المعادلة هي عبارة عن 15%، وإيش وحدتها؟ متر. انهينا السعة، نيجي على ثابت الطور. بالنسبة لثابت الطور، إيش ثابت الطور هون عنا؟ ثابت الطور حكينا بالمعادلة قبل قليل إنه هي عبارة عن الجزء اللي موجود بالمعادلة، موجود لوحده في الزاوية، مش مضروبة في زين، لا هو لوحدها بهذا الشكل، إذن هي باي على 6. فإذا ثابت عندي الطور بيساوي الباي على 6. هذه طبعا بالراديان، لو جينا بدنا نحطها بالدرجات كم هي بالدرجات؟ فبدي اعوض وقتيها اللي هون عندي، لانه حكينا هذه بالراديان، اذا بدي اعوضها واحطها بالدرجات بعوض الباي كم؟ قديش زاويتها بالدرجات؟ باي، الباي ايوه 180 درجه اللي هي الزاويه المستقيمه، اذا 180 مقسومه على 6 وبتعطيني هيك 30 درجه. إذا عندنا بالراديان أو عندنا بالدرجات، حسب يعني مرات السؤال بيطلب شيء محدد، لكن هنا متاح لنا الإجابة بالطريقتين. نيجي على الفرع الثاني من السؤال، طالب تردد الحركة. كيف بدي أوجد أنا تردد الحركة؟ التردد هل هو موجود في المعادلة الأصلية؟ لا مش موجود، إذا بدها شوية حساب. طيب نذكر التردد، إيش تردد كان؟ التردد على فكرة هو عدد الاهتزازات في الثانية الواحدة. طيب في عندنا قانون لإله بربط بينه وبين مين؟ بين السرعة الزاوية أو اللي هي الأوميجا. طب وين الأوميجا؟ هي عندي باي على 2، هي الأوميجا. طيب شو التردد بيساوي؟ بيساوي الأوميجا على 2 باي. إذا بعوض باي على 2 وبقسمها على 2 باي. على 2 باي. ايش بصير هلا عندي هون؟ اللي بصير هو كالتالي، عندي الباي عم بتروح، بصفي عندي الاجابه 1 على قديش؟ 1 على 4 اللي هي 25% هرتز. اذا احنا بكل بساطه استخدمنا القانون بشكل مباشر، التردد بيساوي السرعه الزاويه على 2 باي، وعوضنا واختصرنا الباي بعديها طلعت معنا الاجابه بالهرتز. طالب بالفرع الثالث الزمن الدوري، انا حطيتهم على نفس اللوح لانه التنين من بعض، يعني بقدر الاقي الزمن الدوري من التردد والتردد من الزمن الدوري. فاذا ما دام عندي انا هلا الزمن الدوري هو المطلوب، ففورا ما بدي انا اعوض بالمعادله اللي هي الزمن الدوري بيساوي 2 باي على اوميجا، لا ما هي 2 باي على اوميجا عكس هاي. اذا احنا جاهز، احنا بنعرف انه دائما الزمن الدوري بيساوي 1 على التردد واللي هي عباره عن 1 على 25%، يعني الزمن الدوري عندي 4 ثواني. وشو المقصود هاي بالاربع ثواني؟ يعني انه عندي الزمن اللازم لعمل دوره كامله او اهتزازه كامله هو 4 ثواني.
إذن هنا عندنا الفرع الرابع طالب زاوية التطور بعد مرور ثانيتين على بدء الحركة. إيش زاوية التطور بتساوي؟ خلينا نذكر مع بعض إنه زاوية التطور وين هي؟ هي عبارة عن كل ما داخل القوس اللي بعد الجتا، اللي هي الزاوية اللي مع الجتا. باي على 2 في زين زائد باي على 6 كلياتها تمثل زاوية التطور. إذا بدنا نكتبها بهذا الشكل وبدنا نعوض بدل الزمن بثانيتين. إذا زاوية التطور تساوي الباي على 2 مضروبة في الزمن اللي هو 2 حكى لنا في السؤال، زائد الباي على 6 بيساوي. إذا احنا عندنا في هنا بنقدر نختصر، يعني هي عندي 2 وعندي الباي. قديش الباي احنا عندنا بدنا نحطها بالزوايا اللي احنا بنعرفها عشان نطلع بالضبط قديش قيمتها مثلا بالزوايا بالدرجات. هلا الباي هي عبارة عن 180 درجة زائد الباي على 6 اللي هي 30 درجة. إذا تطلع عنا الإجابة 210 درجات لو بدنا زاوية التطور بالدرجات. إذا هيك خلصنا الفرع الرابع اللي هي زاوية التطور. ولا ننسى إنه هون إحنا عم نتكلم عن زاوية التطور بعد مرور ثانيتين، فعوضنا إذا بالزمن بمقدار 2. نيجي الآن على الفرع الخامس اللي هي إزاحة الجسم بعد مرور 4 ثواني من بدء الحركة. هو لما يطلب مني إزاحة الجسم بعد مرور فترة زمنية معينة، إذن هو عم بطلب كل السين، عم بطلب سين هاي الزين قديش بتساوي. طب إذن على طول إحنا بنعمل التالي، بناخد سين وبنعوض لما يكون هون عندي الزمن اللي هو مقداره 4. إذن نحطها سين لما يكون عندي الزمن بيساوي 4، هذه بتساوي 15% مضروبة في جتا. وطبعا بدي احنا بدنا نعوض، ما حقدر اعتمد على الفرع السابق لان الفرع السابق كان بعد مرور ثانيتين، احنا هالمره بطلب عند مرور 4 ثواني، فاذا بدنا نرجع نعوض بنفس الطريقه بس ب4، يعني باي على 2 ضرب 4 زائد الباي على 6 فبتساوي ال 15%. نحاول نبسط اللي في داخل القوس اللي هي الزوايا، تطلع عندنا هون 2 باي زائد الباي على 6. طبعاً نقدر نحولها لدرجات، فبنحاول نخلي 15% اللي هي السعة في جتا، 2 باي هي 180 360 لأنه الباي لوحدها 180. طيب 2 باي إذن 360 درجة زائد 30 إذن 390 درجة، بنطلع الجتا وبنحصل على الإجابة. إذن على طول بنطلع الإجابة معانا بالشكل التالي، 13 إذن بالمية اللي هي الإزاحة طبعاً بالمتر. فهيك بنكون طلعنا الإزاحة بعد مرور 4 ثواني. مرحبا أستاذ وائل، أنا كنت طالبك في المدرسة، كيف حالك؟ أهلا سامر، أنا بخير والحمد لله. أنت بتستنى القطار؟ نعم، بدي أروح للجامعة حتى ألحق محاضرة الفيزياء، إن شاء الله ما أتأخر عنها. سامر، انت شو موضوع محاضرتك اليوم؟ ايوه، الموضوع عن الحركة التوافقية البسيطة، حنحكي عنها وعن تطبيقات الأجهزة والآلات اللي بنستخدمها في حياتنا العملية. عن جد موضوع مهم، مثل القطار البخاري اللي احنا هلا راكبينه، فهو مصمم ليحول الحركة التوافقية البسيطة إلى حركة دورانية. هاي معلومة جديدة، شكرا أستاذي، ما زلت أتعلم منك كل يوم شيء جديد. تعرفي يا نورة، اليوم أخذنا في محاضرة الفيزياء إنه السيارة بتحول الحركة التوافقية البسيطة لحركة دورانية. عن جد يا سلمى؟ كيف هيك؟ أيوة، خبرنا أستاذنا إنه بتتحول حركة المكابس في محرك السيارة من اهتزازية لحركة دورانية في عجلات السيارة. وهيا نوصلنا وجهتنا. في بيتنا يا سلمى آلات تحول الحركة التوافقية البسيطة. بدي أتأكد من تركيزك بالمحاضرة. أيوة تذكرت، عندك آلة الخياطة اللي بتعتمد على حركة القدم. ما أحلى الفيزياء بحياتنا يا أختي. إذن
إذا إن شاء الله تكونوا هيك وصلتوا بهذا الفيديو إلى الفكرة التالية، إنه في عنا الحركة التوافقية البسيطة إلها تطبيقات وممكن تتحول إلى حركة دائرية، في عنا في القطار، في عنا في السيارة، وأيضا في آلات الخياطة. نيجي الآن على أسئلة الدرس اللي معانا. السؤال الأول، اذكر أمثلة على أجسام تتحرك حركة اهتزازية. في كتير أمثلة وردت معانا بالحصة وبالحصص السابقة، فإذا تكون إجابتنا مثلا مثل حركة الأرجوحة، حركة أغصان الأشجار، حركة الكواكب حول الشمس، حركة القمر حول الأرض، يعني حتى الحركة الدائرية، نعم حتى الحركة الدائرية تعتبر هي حركة اهتزازية، وحركة الأرجوحة ذهابا وإيابا، وحركة أغصان الأشجار لأنها بتتذبذب حول موقع معين. نيجي على السؤال الثاني، اذكر الشروط الواجب توافرها لتكون حركة الجسم توافقية بسيطة. في عندي شروط عشان الجسم تكون حركته توافقية بسيطة، وهون كتير ركز على هدول الشروط لأنه يعني هم مفتاح التطبيقات، يعني كيف بقدر أحدد تطبيق فيه أو تطبيق ما فيه من خلال هدول الشروط. فالشرط عندي وجود قوة معيدة، هاي القوة المعيدة ضروري إنها تكون عم تتناسب طردياً مع مين؟ مع الإزاحة، عم تتناسب طردياً دائماً مع الإزاحة، يعني كل ما بعدت أنا عن موقع السكون بتزيد قوة المعيدة، وكل ما اقتربت بتقل القوة المعيدة لغاية ما أوصل على موقع الاتزان نفسه أو موقع السكون. بالبداية بتكون وقتها القوة المعيدة صفر. طبعاً تكرار الحركة كمان نفسها في فترات زمنية متساوية، واحتفاظ النظام بطاقة ميكانيكية. شو رأيكم نرقمهم؟ يعني نقول كم من شرط هم. هلأ عندي وجود قوة معيدة ممكن تتناسب طردياً مع الإزاحة، هي واحد. اثنين، هل هي تكرار الحركة نفسها في فترات زمنية متساوية. ثلاثة، لاحتفاظ النظام بطاقته الميكانيكية، يعني تغير في طاقة الحركة زائد تغير في طاقة الوضع دائماً تساوي الصفر. ننتقل على السؤال الثالث، ما المقصود بكل من؟ الزمن الدوري. طيب إحنا عندنا الزمن الدوري ومطلوب إيش كمان؟ التردد وثابت الطور وزاوية الطور. طيب بنركز على كل واحدة منهم، وممكن نذكر العلاقة كمان اللي بينهم بالشكل التالي. لما يحكي لي هلأ الزمن الدوري، هو طبعا دائما الزمن لازم لإيش؟ حتى يعمل اهتزازة كاملة أو اهتزازة واحدة، حتى الجسم يعمل اهتزازة، يتم الجسم اهتزازة واحدة أو ذبذبة واحدة. طيب بالنسبة للتردد، إيش هو التردد؟ هو عدد، بنبلش تعريفه بعدد، هو عدد الذبذبات التي يحدثها الجسم في ثانية واحدة. هون كان بالزمن الدوري عم نتكلم عن اهتزازة واحدة، أما بحالة التردد عم نتكلم عن عدد الذبذبات في ثانية واحدة. بالنسبة لثابت الطور، هي الزاوية التي تبدأ عندها حركة الجسم، اللي هي ثابت الطور. فاكرين شو رمزها؟ كان رمزها في معادلة الإزاحة رمزها كان فاي، وهي الزاوية اللي موجودة بعد الجتا، طبعاً محطوطة بعد الجتا، ما مش مضروبة بالزمن، هي لحالها كانت فاي. أما زاوية الطور، شو زاوية الطور؟ هي الزاوية التي تحدد موقع الجسم عند أي لحظة زمنية على محيط الدائرة اللي عم بتحرك عليها. وكنا وقتها حكينا أنه زاوية الطور هي عبارة عن زاوية ثيتا زائد الزاوية فاي. طب قديش الزاوية ثيتا؟ الزاوية ثيتا هي كانت عبارة عن الأوميجا في زد، في زين. الأوميجا اللي هي عبارة عن سرعة الزاوية مضروبة في الزمن، وبنجمع الفاي مرة تانية حتى نحصل كلياتها على هاي زاوية الطور. يعني زاوية الطور لما حلينا عليها كانت كل الزاوية اللي موجودة بعد كلمة الجتا. أما السؤال الرابع، عندي ما العوامل التي يعتمد عليها الزمن الدوري لجسم معلق بنابض يتحرك حركة توافقية بسيطة؟ طيب شو العوامل هون اللي بيعتمد عليها الزمن الدوري؟ بسهولة إحنا بناخد الزمن الدوري لما نحكي عن الحركة التوافقية البسيطة لمين؟ لجسم معلق بنابض. إذا فورا بكتب العلاقة الرياضية لهذا الموضوع، الزمن الدوري بيساوي 2 باي الجذر التربيعي لكاف على ألف. إذا بالنسبة للنابض إيش بيعتمد هون الزمن الدوري؟ شو العوامل اللي بيعتمد عليها؟ إحنا بنلاقي المتغيرات الموجودة عندنا اللي هي الكتلة وألف. إيش ألف؟ هي ثابت مرونة النابض، معتمدة طبعا على نوع المادة أو سمك النابض أو يعني مدى مرونته. إذا عندي هدول العاملين فقط. فإذا العامل الأول اللي هي ثابت مرونة النابض، والعامل الثاني هي كتلة الجسم المعلق بالنابض. بدل ثابت مرونة النابض ممكن حدا يقول لك نوع النابض أو نوع المادة المستخدمة، مرونته برضو صح، تدخل من ضمن ثابت مرونة النابض.
السؤال الخامس، اكتب علاقة تغير الإزاحة مع الزمن للحركة التوافقية البسيطة ووضح دلالة الرموز فيها. طالبين تغير الإزاحة مع الزمن للحركة التوافقية البسيطة. سؤال زي هيك إذا سهل، على طول بنحط سين لازين، يعني الإزاحة المتغيرة مع الزمن قديش بتساوي؟ بتساوي سين العظمى اللي هي حكينا عنها السعة مضروبة في جتا الأوميجا في زين زائد الفاي. الأوميجا سرعة زاوية وزين الزمن زائد ثابت الطور. فإذا المتغيرات بهذا الشكل لازم نوضحها بعد ما نحط المعادلة. السؤال السادس، طالب مثل بيانيا العلاقة بين مركب الأفقية لإزاحة الجسم المتحرك على محيط مسار دائري مع الزاوية التي يمسحها متجه الموقع عندما تكون الفاي بتساوي صفر. فاي اللي هي زاوية بداية الحركة اللي هي بنعتبرها صفر، يعني كأنه عادي الجسم بيبدأ حركته من هون من الصفر، من منطقة الصفر. طيب فبعديها في عندي هلأ السؤال، ماذا تتوقع أن يحدث للمنحنى الذي حصلت عليه في السؤال السابق لو أثرت في النظام، لو أثرت في النظام قوة خارجية معيقة للحركة مثل قوة احتكاك، هل بتضل؟ إذا نفس الرسم البياني، حنرسم منحنى تقريبي للتغير الإزاحة مع الزمن لمثل هذه الحالة. نجي إذن هنا عندي على اللوح نوضح. في البداية الرسمة الأساسية اللي إحنا بنرسمها بدون قوة احتكاك أبداً هي بهذا الشكل. بنلاحظ إنه بدأت الحركة من هذه النقطة اللي هي عندي هنا فاي بتساوي صفر، يعني بتبدأ عادي من المركز، من نقطة الأصل تبدأ تطلع بعدين تنزل إلى آخره. وكيف هذا بنمثله على الدائرة أو الكرة؟ هي نفسها الحركة الدورانية الموجودة معانا، بحيث إنه في البداية بتكون مثلاً هون الزاوية عندي صفر، بعدين ترجع تتحرك لغاية هون الزاوية باي على 2، بعدين زاوية بتصير باي. طب هذا كلياته يمكن تمثيله بهذا الشكل. طبعا لما تيجي تكمل موجة كاملة لغاية هون من هاي النقطة اللي هي نسميها ألف لغاية النقطة هون با، هون الموجة الكاملة، بهاي الحالة بتكون الحركة الدائرية إيش؟ أكملت دورة كاملة كمان، يعني الدائرة لفت دورة كاملة ورجعت لنفس نقطة البداية وبعدها بتضل تكرر نفسها. لكن لما تكون هون عندي الرسمة الثانية عم بتمثل لي لو كان في احتكاك، لو في احتكاك هل بتضل هيك الحركة الموجية أو الاقتران الجيبي زي ما هو؟ لا، كل شوي حتصغر السعة، يعني حيبلش أول شيء سعته كبيرة. لاحظ السعة، تذكري المسافة بين محور الاتزان وأقصى إزاحة للأعلى أو للأسفل. هلأ الإزاحة عم بتكون كبيرة بعدين بتقل 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 لغاية ما يتوقف الجسم تماما. لاحظتوا توقف هون بسبب قوة الاحتكاك، وهذا الإشي اللي بنلحظه إحنا في حياتنا العملية لأنه دائماً في احتكاك إن كان مع سطح أو مع الهواء. ونلاحظ هون السؤال، طالب تحدث، لأنه الإجابة عندي هون لنفكر، تحدث تخامداً للحركة، تخامد يعني بصير عندي تباطؤ للحركة، ولا تكون الحركة توافقية بسيطة حيث أن الطاقة الميكانيكية هنا غير محفوظة. وهذا بنحكي عن الرسم اللي هو الثاني، لما يكون عندي قوة احتكاك إذن بتصير الطاقة الميكانيكية هنا غير محفوظة. الفرع الثاني منه من السؤال السادس نفسه بحكي لي، تدور الأرض حول الشمس في فترات زمنية متساوية، هل يمكن وصف حركة الأرض حول الشمس بأنها حركة توافقية بسيطة ولماذا؟ أنتوا إيش رأيكم؟ بعد ما حكينا وربطنا بين الحركة التوافقية البسيطة والحركة الدورانية، فهل هذه الحركة اللي هي حركة الأرض حول الشمس هي حركة توافقية بسيطة؟ خلينا إذن إجابتنا بتكون نعم، حيث تنطبق عليها شروط الحركة التوافقية البسيطة اللي هم كانوا ثلاث شروط وذكرناهم بأحد الأسئلة. أما اليوم في نهاية الدرس فمتوقع منك تكون وصلت للمفاهيم التالية واستوعبتها بشكل رائع. الزمن الدوري تكلمنا عنه وحكينا شو علاقته مع التردد، وتكلمنا عن ثابت الطور وعلاقته أيضا مع زاوية الطور، وعرفنا الحركة الاهتزازية وقلنا كيف الحركة التوافقية البسيطة شروطها وشو مميزاتها، وحلينا أسئلة حسابية. أما الواجب البيتي لليوم اللي هو اعتمادا على التمثيل البياني المجاور جد، اتساع الذبذبة، في عندي الزمن الدوري، التردد، إزاحة الجسم بعد 5/10 ثانية من بدء الحركة، وإزاحة الجسم بعد 6/10 ثانية من بدء الحركة. هذا الإجابة طبعاً تعتمد على الرسم البياني الموضح عنا، ونتمنى أنه تكونوا هيك استفدتوا من درسنا اليوم، وبتحل الواجب إن شاء الله بإيدك بالورقة والقلم، ونلقاكم في دروس قادمة. ولا تنسوا
إنه تضل عندكم طاقة الوضع كبيرة حتى تقدر تحولها لطاقة حركة وتحقق أحلامك. يعطيكم العافية.